عندي ليه؟ الاقساط حقيقة يا باشا، والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. سي الجاب. مساء الجواف يا اخويا. مساء. محسوبك جضل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، زي ما تقول الدهر. انا اللي مربي رافع ونعم الترباح. الحلو واقف كده يا باشا، هما مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ جو جو يا باشا، عندي امساك ليا 3 ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح، مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما كانتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله، بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي، حقك عليا. وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل، وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغما تبقى عريان بلبوس معظم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت حسيتها بقى. اوعى يا النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو اه ده نبي. اه مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق، ربنا تأمنه. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شغل منصر اللي اسمه محسن الداوي. اه قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني انا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، اكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال امهم بقرفهم اكلهم وشربهم ومدارسهم متعلقين في رقبتي يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الهنداوي شردني انا وعيالي، عليا الطلاق بالتلاته نجيب ومطرح مكان. اول ما اشوفه بالاساسه دي اخترب دماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بطن الحوت نجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ عشان انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ يا احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد؟ امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. اه ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي، مع عمتي من الزعبله برضو، عنتر وزعبله. يلا بينا. لا نومك شويه. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجة أقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الأعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهاردة. انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضو ما صحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل.
اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا عداوي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيله. ده الحاج شبانه ابويا. اهلا يا حاج. والحاج طبعا. اهلا يا حاج. ودي اختي. اهلا وسهلا. وده جوز اختي. ده جوز اختك؟ اه. شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بألف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا ولاد يلا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. اتفضل يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ ها؟ مش هشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ ها؟ اه 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 وبعدين عرفنا و ها؟ يلا 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 يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط. احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذة يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكره يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوه. اه معلش، خد يا عم شبانه تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. اه يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خلينا نروق. الراجل قرقش. كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اتجوز رأفت وقبضتها الاول. ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج. ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بيندى عليكي. حاضر. عايز صايه. عايز ايه؟ صايه. وانت هتتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك. انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك. Hey!
فين ترخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله ب60 نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي اقعدي معاه شوية عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان أول مرة أمسك إيديها. هو أنت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش إيديها؟ ما أنا ما كانش ينفع أمسك إيديها سيادتك، افرض مسكت إيديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت أسيبها كده ممسوك إيديها تتلطم في الدنيا؟ آه فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحدة ممسوك إيديها قبل كده. اسمع، أنت سيبك من إيديها خالص، اعتبر إن ملهاش إيدين، الليلة دي ليلة الدخلة مش ليلة الإيدين. يعني نسيبنا من إيدينا خالص؟ سيبكم من إيديكم، أنتوا هتمشوا على السلك. سيبك من إيديها، هي إيدك أنت هي اللي تبقى شغالة. يا هبلة، ده جوزك حلالك. ما أنا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني أنت عايزة تفهميني 9 سنين ما مسكش إيدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما فيش أي حاجة؟ أنا لا والله عمري أبداً. جاتك خيبة، جاتك نيلة يا هبلة. عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضن كده على طول. على طول ازاي؟ لازم نسخن الاول، ها؟ ندخلها في المود. تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على ها؟ على اي حته يعني. ها؟ انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكة مايسة. حركة سايعة، الإغراء مش عري، الإغراء بصة. أهم حاجة العري، بصات إيه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟ حرمت عليك يا عيشتك، إذا كنت أنا سخنت وأنا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ أظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انت. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه ليه داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطر الاوضه على الفاضي. ها، بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني. هي ليله سودا. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع في اجره. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت، مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟